بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في كورس اللو كارنت، كورس التيار الخفيف. معاكم أشرف رمضان. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جزئية مهمة جدا، ألا وهي أنظمة الصوت أو الساوند سيستم. هنتكلم عن البابليك أدرس سيستم، نظام الاستدعاء الداخلي بالتفصيل. بصفة عامة أنظمة الصوت بتتكون من 3 وحدات رئيسية يا شباب: وحدات إدخال للصوت، وحدة معالجة أو وحدات معالجة، وحدات إخراج لهذا الصوت. لو احنا شفنا الرسم اللي قدامنا هنلاقي إن في عندي رقم 1 وحدات الإدخال أو الـ Input Units، وهي عبارة عن الميكروفونات. تمام؟ بلاقي الميكروفونات دي بتتركب على ستاندات. بعد كده بستخدم الكابلات، زي الكابلات دي كده، في ربط مكونات النظام. طب عشان اعمل بروسيسنج او اعمل معالجة للصوت اللي داخل ده، بستخدم الميكسر، وبستخدم طبعا معانا الايكولايزر، وهنشوف باقي المكونات. بعد كده الخارج بيبقى عبارة عن مجموعة من السماعات، زي اللود سبيكر اللي هي 5 هنا، والمونيتور سبيكرز اللي هي رقم 6 معايا هنا في الرسم. تعال نبدأ نشوف بعض المصطلحات المهمة في علم الصوتيات. أول حاجة عايزك تعرفها، لازم تعرف مصطلح اسمه شدة الصوت، وده اللي بتقدر بيه أذن الإنسان بتميز هل الصوت قوي ولا ضعيف. دي احنا هنسميها شدة الصوت. طيب هل شدة الصوت بيتأثر بعوامل؟ طبعا بتتأثر باهتزاز مصدر الصوت ومساحة مقطع المصدر، يبقى رقم 1 بتتأثر باهتزاز مصدر الصوت، رقم 2 مساحة سطحه، رقم 3 تمام البعد عنه، رقم 4 طبيعة الوسط اللي بينتقل فيه الموجة الصوتية. يبقى ده احنا هنقول تاني، شدة الصوت يا شباب هي دي الصفة اللي انا اقدر اميز بيها هل الصوت قوي ولا ضعيف، وبتتوقف على مجموعة من العوامل زي اهتزاز مصدر الصوت، مساحة سطحه، البعد عنه تمام، وطبيعة الوسط اللي بينتقل في داخله هذا الصوت. رقم 2، ودي حاجة مهمة جدا، اللي هي التردد او الفريكوانسي. طب الفريكوانسي ده هو دي الخاصية اللي بتقدر تميز بيها الاذن هل الصوت ده رفيع ولا غليظ، هل الصوت ده رفيع ولا غليظ. غليظ دي يعني خشن، يعني بيبقى التردد بتاعه أقل. أما الرفيع الصوت مصرصع كده شوية، بيبقى التردد بتاعه أعلى. المصرصع ده اللي هو الصوت الحاد، تمام، بيبقى التردد بتاعه أعلى. ولما يبقى التردد منخفض بيبقى الصوت غليظ، زي التردد الخاص بصوت الرجالة والستات. دايما تلاقي صوت الست حاد شوية، تمام، فبالتالي التردد بتاعها هيبقى عالي، وصوت الراجل بيبقى غليظ فالتردد بتاعها بيبقى منخفض. الترددات اللي احنا بنشتغل عليها او المسموعة من 10 هرتز، احفظ الرقم ده، ل 20 كيلو هرتز. يبقى احنا خدنا التردد هو عدد الدورات الكاملة في الثانية، ووحدة قياسه هي الهرتز هو وحدة قياس التردد. رقم 3 ده احنا بنسميه معدل قوة الإشارة الصوتية، وهيبقى وحدة قياسه اللي هي الديسيبل. لو الناس فاكرة يعني ايه ديسيبل، ديسيبل يعني 1/10 من البل، تمام، وده عبارة عن مقدار الفقد في الإشارة الصوتية لو الإشارة دي بتعدي في كابل تليفون طوله 1 متر، تمام. وبالتالي انا بعرف الديسيبل هو الوحدة الأكثر انتشارا في توضيح تمام الضغط الصوتي، هي الوحدة اللي بيستخدمها في معرفة الضغط الصوتي. طبعا في عندي معلومات كتيرة من على النت عن موضوع الديسيبل لو الناس عايزة تعرف اكتر، وهو طبعا علاقة او مقياس لوغاريتمي، تمام، بيشتغل باللوغاريتمات، والمعامل بتاع ضغط الصوت بنقيسه بالديسيبل. رقم 4 نسبة مهمة جدا بنسميها signal to noise ratio، S على N، دي معناها signal to noise ratio،
ودي بتوضح لي مدى الديستورشن او التشويه والنويز اللي هي الضجيج اللي بتحصل على السيجنال. انا بشوف قيمة السيجنال بالنسبة لقيمة النويز. طبعا لما هترتفع النسبة دي، كلما ارتفعت السيجنال تو نويز ريشيو بتزيد جودة ونقاء الإشارة الصوتية. يبقى نراجع تاني، في عندي شدة الصوت والتردد ومعدل قوة الإشارة، تمام. وبعد كده رقم 4 في عندي السيجنال تو نويز ريشيو. لما باجي أجهز تجهيز صوتي لقاعات، تمام، لازم أجهز الحاجات دي بمراحل. إن أنا بعمل عملية عزل، تمام. العزل ده بيبقى العزل عن الضوضاء الخارجية، يبقى أنا بعزل المكان عن الضوضاء الخارجية، وأعمل عملية عزل كمان عن الضوضاء الداخلية، وأمنع صدى الصوت. يبقى أنا لما بشتغل تجهيز أو أكوستيك ستادي، دراسة صوتية المكان، بعزل المكان ده عن الضوضاء الخارجية، وبعزله عن الضوضاء الداخلية، وبمنع رقم 3 وجود صدى للصوت. طبعا السطح، تمام، في السطح اللي بينزل عليه الصوت بيتقسم لثلاث اجزاء، في جزء منهم ريفليكتد بينعكس، تمام، في جزء ابزوربد بيمتص، تمام، وفي الجزء الثاني اللي هو بينتقل او بيمر الترانسفيرد للناحية الثانية من الصوت. يبقى انا عندي ثلاث مراحل، يا اما جزء بيتعكس، جزء بيمتص، جزء بيمر للناحية الثانية. وبالتالي انا بتعامل مع مشكلة الصوت أول حاجة من ناحية العازلية، تمام، رقم 2 من ناحية امتصاص الصوت، رقم 3 من ناحية انتشار الصوت. طيب إيه هي الـ input units أو وحدات الإدخال للأصوات اللي أنا عايز أتعامل عليها processing؟ مكونات النظام الصوتي، رقم 1 السورسز أو المنابع الصوتية، رقم 1 منها بيبقى الميكروفونات. زي ما احنا شايفين أنواع مختلفة من الميكروفونات، سواء كانت وايرد او وايرلس مايكروفون، سواء كانت ميكروفونات سلكيه او لا سلكيه. رقم 2 ممكن اشغل راديو، راديو عباره عن اشارات الاف ام الفريكوانسي موديوليشن او الاي ام الامبليتيود موديوليشن. ممكن اشغل صوت من سي دي او من دي في دي بلاير، ممكن اشغل صوت من اجهزه موسيقيه. وبالتالي انا عرفت الانبوت يونتس اللي هي وحدات الادخال الصوتيه، الميكروفونات رقم 1، وممكن يبقى فيه ديجيتال سورس بلاير، ممكن يبقى فيه باك جراوند ميوزك سورس، ممكن يبقى عندي الباك جراوند ميوزك سورس زي السيديهات والكاسيت بلاير والام بي 3 والاي ام على الاف ام، ممكن يبقى اذر سورس زي اي صوت بيدخل من لابتوب مثلا. طيب تعالى يا باشمهندس نعرف ايه انواع الميكروفونات المستخدمه في الانظمه الصوتيه. كان في عندي نوع وما زال موجود طبعا، ده اللي هو الكربون مايك او الكربونات او المايكات الكربونية عفوا، تمام. ده بيستخدموه في عدة التليفون، وده ارخص نوع، ده اسمه الكربون مايك. يبقى انا لو قلت لك ايه انواع الميكروفونات، رقم 1 الكربون مايك زي المايك اللي انت شايفه كده في اليمين. في النوع الثاني وده الاكثر انتشارا، تمام، اللي هو الدايناميك مايك. يبقى رقم 1 الكربون مايك، رقم 2 الدايناميك مايك، وده طبعا بيعتمد على وجود موفينج كويل متحرك داخل هذا المايك. رقم 3 في عندي الريبون مايك ده بيبقى عباره عن ميكروفون فيه في الداخل كده هنا شريط رفيع جدا، تمام، وهو اللي بيعمل لي عمليه الريبون. طيب بعد كده في الكوندنسر مايك، ده ممكن يبقى ايمرجنسي مايكروفون او يبقى بيجنج مايكروفون زي الميكروفونات الخاصة بالبيجنج. يبقى انا لو انا عايز اذاكر الميكروفونات في عندي اربع انواع، الكربون مايك، الدايناميك مايك، في عندي الريبون مايك، بعد كده في عندي الكوندنسر مايك. طيب بعد ما انا دخلت الصوت من خلال المايكات، بروح اعمل عملية تظبيط لهذا الصوت او اعمل عملية ميكسينج او مزج لهذا الصوت. طبعا عشان اشوف ان الحاجات الخاصه بالاوتبوت اللي هي السبيكرز، واعمل عمليه توافق في الباور، هنا الباور عاليه هنا الباور اقل، لازم اعمل ماتشنج. وبالتالي بستخدم حاجه بنسميها الامبليفايرز، تمام، او بستخدم البري امبليفاير اللي هو المضخم المبدئي او الاولي.
وبعد كده في عندي بستخدم الباور امبليفاير، والكلام ده هنبدأ نشوفه في السنجل لاين دايجرام. يبقى انا في عندي الميكسر، في عندي المضخمات اللي هي الامبليفاير سواء كان بري امبليفاير او باور امبليفاير. طبعا ده الشكل الخاص بالاوديو ميكسر. الاوديو ميكسر الفانكشن بتاعته بيخليني اعمل كومباين مالتي اوديو سيجنال، بعمل تجميع لكذا سيجنالز تمام، واعملها انتو يونيفايد اوتبوت كان بي سنت تو لود سبيكر، اعملها تظبيط بوضع معين، بعلي ووطي البيز، بعلي التريبل، بظبط السيجنال تمام، بحيث تطلع لي تمام كومبوننت حسب اللي انا عايزه. وبالتالي انا بقدر اقول ان تظبيط الميكسر ده نفسه بتعتبر سكيل ان اتسيلف، دي يعني فانكشن لازم تبقى سنسيتيف فيها وانت بتظبط الميكسر. طبعا الميكسر فيه بيبقى فيه ميني انبوت وميني اوتبوت بوينت موجودة عشان اوصل عليها الانبوت والاوتبوت الخاصة بالاجهزة، زي ما قلنا عشان اشغل احمال زي السماعات كذا وات لازم يكون عندي باور امبليفاير. باور امبليفاير بقدر اكبر بيه تمام القدرة بتاعتي، ده ستيريو باور امبليفاير تمام، حسب القدرة اللي موجودة بتاعته هنا 2 في 120 وات. زي ما قلنا بستخدم بري امبليفاير، البري امبليفاير حسب التطبيق بيتم اختيار طبعا البري امبليفاير المناسب، ممكن يبقى ميكسر امبليفاير تمام. يعني ايه ميكسر امبليفاير؟ ده عبارة عن بري امبليفاير وذ بيلت ان باور امبليفاير، يعني بيبقى بري امبليفاير وباور امبليفاير مع بعض. في عندي بري امبليفاير بروجرامبل تمام بري امبليفاير، وفي عندي الموديولر ميكسر، وفي عندي الديجيتال ميكسر. بعد كده بيبقى في عندي جهاز مهم جدا اللي هو بيعمل ايكولايزيشن او بيعمل موازنه في الصوت عشان اقدر اتحكم في الليفلز او في الترددات المختلفه للصوت، وبالتالي بيبقى عندي الموازنات اللي هي الايكولايزر. زي ما انت شايف هنا انا بقدر اتحكم في الفوليوم، بقدر اتحكم في كل صوت حسب التردد، هنا 50 هرتز، 125 هرتز، 320 هرتز، 2.2 كيلو، يبقى انا بتحكم في الرينج الخاص بالترددات. هنا في نقاط بعمل بيها سيتنج عشان اقدر اوصل للايكولايزيشن او الموازنة اللي انا عايزها في الصوت. طبعا وحدات الاخراج اللي هي الاوتبوت يونت بتبقى عبارة عن السماعات او الهورنز تمام، اللود سبيكرز تمام اللي هي السماعات، في منها نوع سيرفيس ماونتد بتركب على السطح، في نوع غاطس تمام الريسيسد ماونتد، في نوع بيتركب على الجدار الوول ماونتد، في نوع منها متحرك البورتابل تمام. والانواع الخاصه بالسماعات مختلفه جدا وفي انواع منها كتير. في معامل يا شباب مهم جدا في علم الصوتيات تمام او في السماعات اللي هو الاس بي ال. SBL احنا قلنا الضغط الصوتي بيقاس بالديسيبل، وبالتالي في عندي مصطلح اسمه ركز يا باشمهندس، ركز بالله عليك، اهم مصطلح في الصوت اللي هو ال SBL الساوند ساوند بريشر ليفل، ساوند بريشر ليفل، وهو مقدار التغير في شدة الصوت. واحنا قلنا مقدار التغير ده وحدة القياس بتاعتها اللي هي مين؟ اللي هي مين؟ الديسيبل، متنساش. والديسيبل عبارة عن 10، هو ده اللوغاريتمية، لوغاريتم بريشر 1 على بريشر 2، يبقى هو ده وحدة قياس تمام التغير في شدة الصوت، هو ده عبارة عن ضغط. طيب الباور لما باجي اصمم تمام نظام الساوند سيستم لازم تكون السماعة ليها قدرة كافية لتحقيق مستوى صوت معين، وبالتالي الباور اللي هي تعتبر على السنسيتيفيتي او الباور بتختلف باختلاف السنسيتيفيتي. لو انا جبت سماعة وشفت السبيكس الخاصة بهذه السماعة، ففي عندي هنا بارامتر مهم جدا لما تشوف الكتالوجات يا باشمهندس، السنسيتيفيتي هنا مكتوب لي 93 ديسيبل 1 وات 1 متر، دي معناها ايه؟ ان مستوى الصوت بيبقى 93 ديسيبل لما تكون السماعة دي شغالة بقدرة 1 وات، والمستمع اللي هو هيسمع السماعة دي بعيد عنها 1 متر تمام، ودي احنا بنقول عليها السنسيتيفيتي الخاصه بالسماعه. في طبعا الفريكوانسي ريسبونس او قيمه الفريكوانسي الخاصه بالسماعه،
وهي خاصية استجابة السماع للترددات الصوتية الفريكونسيز المختلفة، ولما بيزيد الرينج بتزيد كفاءة السماعة. يبقى أنا بدور على الفريكونسي الخاصة بالسماعة، تمام؟ هنا مثلا بلاقي الفريكونسي ريسبونس، أدي الفريكونسي ريسبونس اللي هو المعامل الثاني 45 هرتز. في عندي الباور على السنسيتيفي، خلاص شفناها. الكفرج اريا اللي هي الزاوية اللي بتغطيها السماعة لما بتشتغل، وبالتالي هتديني مساحة معينة، ودي عبارة عن الزاوية بين مقدار الديسيبل لما يكون 0 والديسيبل لما يكون 6 ديسيبل. ودي بتبقى واضحة جدا هنا، لو انا عندي سماعة هنا الزاوية تمام هنا 50، ادي في عندي التوتال هنا اللي هي السراوندد فيلد بتبقى 100 درجة. لو انا في الرأس بسماعة اخرى ادي الساوند فيلد تبقى في عندي هنا 40 درجة. دي تبقى شركات مختلفة وسماعات مختلفة، تمام؟ بقدر اشوف الانجل الخاصة بالكفرج اريا، تمام؟ لو انا بدأت اشوف سماعة، السماعة دي تمام بيبقى لها زوايا زي ما قلنا، ببص هنا الكفرج اريا ادي 120 هوريزنتال و120 فيرتيكال. في عندي الفريكوانسي ريسبونس، خلاص شفنا الفريكوانسي ريسبونس من 80 هرتز ل 18 كيلو هرتز. السنسيتيفيتي اللي هي الباور، فاكر السنسيتيفيتي اهي الباور على السنسيتيفيتي، تمام؟ بقيمه عندي 90 ديسيبل. الباور هاندلنج هنا في عندي القدره بتاعه السماعه دي 20 واط في الترانسفورمر بتاعها و40 واط البنك نويز. في طبعا في الداخل بيبقى في عندي ترانسفورمر تابز، دي التابات بتاعت الترانسفورمر. في عندي الكومبوننتس اللي هي الدرايفر، ده بيبقى 4.7 درايفر. الانستليشن اكسسوارز اللي هي الاكسسوارز اللي بتبقى موجودة في السماعة، ودي بتبقى ايه، بتبقى اوبشنال. هنا المهم عندي الزاوية الاشهر اللي هي في السماعات بتبقى عن 60 درجة، وانا بستخدمها في الديستريبيوتد سبيكر سيستم والباك جراوند ميوزك. يبقى اشهر انجل عندي تمام اللي هي 60 درجة. طبعا في زاوية اكبر اللي هي 100 درجة، دي بستخدمها لما تكون الارتفاعات عالية. لما باجي اوزع السماعات، التوزيع او اللي اوت بتاعي بيبقى يا اما سكوير يا اما هيكساجونال زي اللي احنا شايفينه على اليسار. هنا بيوضح لي الوول ماونتد سبيكر والكفرج اريا بتاعت الوول ماونتد. طبعا دي اللي هي الكفرج انجل adjusted for the distance. طبعا دي انا هنا في عندي الراجل اللي واقف هنا الاير هايت اهو، ده ودن الراجل المستمع، وادي الوول وانا بوجه السماعه فبتديني كفرج انجل. ده طبعا السيلينج، وده ارتفاع السبيكر هايت اللي هو الاتش. هنشوف الحسابات بتاعتها ان شاء الله بالتفصيل. بعد كده هنشوف الكابلات الخاصه بالسماعات. خلي بالك الكابلات الخاصه بالسماعات كتير. في عندي الار سي اي، ده كابل منتشر وموجود، كابل المونو يبقى في عندي الار سي اي والمونو والاكس ال ار، كابل الاكس ال ار مشهور جدا، تمام. في عندي كابلات الاستيريو الخاصه بالسماعات، كابلات الميكروفونات طبعا زي الاكس ال ار والمونو، تمام. دي كابلات تركب على الميكروفونات. طبعا هنا بيقول لي كابلات السماعات، بيبقى الكابل ده عبارة عن 1.5 ملي او كابل 2.5 ملي. بيبقى كابلات تمام شيلد تويستد كيبل، وفي كابلات طبعا اللي هي الوصلات اللي بين الاجهزة. فالانواع المختلفة كتير في الوصلات او الكابلات. في عندي السبيكر كيبل سوليوشنز حسب الشركات المصنعة، ادي السبيكر كيبل وبيديني الانواع بتاعتي، هل هي 22 اي دبليو جي ولا 20 ولا 18. يبقى في كل واحدة في عندي ليها كابلات مختلفة حسب الشركات المصنعة. لما باجي اعمل ديستريبيوشن للنظام الصوتي او اعمل عملية توزيع ديستريبيوتد سيستم ساوند سيستم، بيبقى في عندي السورس تمام كومبوننت، بعد كده في عندي الميكسر والامبليفاير، في عندي الجزء الخاص بالفوليوم كنترول ان انا اقدر اتحكم في مستوى الصوت في مكان معين او على سبيكر معينه. طبعا قبل ما اركب السبيكر بركب معاها محول الفولتج، محولات الفولتج الخاصه بالسماعات. هنا هنبدا نشوف التوصيلات الخاصه بالسماعات، السيستم سبيكر كونكشنز. كان في نظام التسلسلي او السيريال كونكشن، طبعا ده في مشاكل كتير جدا، والنظام الاومي، وكمان في عندي نظام توصيل سماعات على الامبليفاير. هنا
بيبقى في نظام التوازي وفي نظام التوالي، تمام. في عندي توصيلات سماعات توالي وتوازي. طبعا افضل وضع للتوصيلات ان انا بستخدم السبيكر سيلكتور سويتش، بستخدم السبيكر سيلكتور سويتش اللي هو اختيار مفتاح اختيار السماعات، وده افضل وضع لتوصيل السماعات. زي ما اتكلمنا من شويه بيبقى قبل السماعه في انا اقدر اعمل كنترول من خلال الفوليوم كنترول، استخدام مفتاح التحكم في شده الصوت اللي هو الفوليوم كنترول. طبعا دي داتا شيت لفوليوم كنترول، تمام. ببدا اشوف الفوليوم كنترول والسبيكس بتاعت الفوليوم كنترول اللي اقدر اتحكم بيها في السماعات بتاعتي، الانبوت كاباسيتي كام وات والاتينويشن اللي بيحصل، تمام، والستيبس بتاعته بتديني كام ديسيبل، والوايرنج تمام بيديني اي دبليو جي 14 اي دبليو جي، وهنا طبعا البريوريتي ري ده خاص بالفولت اللي هو ال دي سي وبيديني كام امبير، والدايمنشنز الخاصه بالفوليوم كنترول اتنويتور. بعد كده نتطرق لنقطه مهمه جدا اللي هي البيزك بروبرتيز اوف الامبليفاير. الامبليفاير يا شباب او المكبرات ليها خصائص مهمه جدا لازم تذاكرها من كتالوجات. رقم واحد الجين، الجين اللي هو قيمه الامبليفيكيشن او الكسب. يبقى انا لما هروح اشوف امبليفاير لازم اشوف الجين بتاعه كام. رقم اتنين اللي هي الاوتبوت باور، الاوتبوت باور الجهاز ده هيديني اوتبوت باور كام او بيديني باور كام. خلي بالك الباور فيه منها نوعين، في عندي الماكسيمم باور انا بشتغل على الروت مين سكوير باور اللي هي القدره الفعليه، تمام، طبعا بتقاس بالوات. بعد كده لازم في المكبرات لازم اراعي حاجه بنسميها الباند ويدث اللي هي الحزمه، تمام، الخاصه بالترددات اللي بيشتغل عليها هذا الامبليفاير او بيسموها الاستجابه التردديه او حزمه التمرير، بيبقى لها رينج من الهرتز من 300 ل 4000 او من 100 الى 6000 هرتز. في حته مهمه جدا 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 اللي هي الانبوت والاوتبوت امبيدنس يا شباب، الامبيدنس، الانبوت والاوتبوت امبيدنس، لازم يبقى الانبوت امبيدنس والاوتبوت امبيدنس في كل الاماكن اللي انا هركب فيها، يعني مثلا من المايك للميكسر لازم يبقى الانبوت والاوتبوت امبيدنس فيهم هما الاثنين ماتشد مع بعض، ومن البروسيسنج او الميكسر للسماعات لازم يبقى ممانعه الدخل والخارج تبقى متوافقه بينهم. الحته دي مهمه جدا جدا. طبعا بعد كده هنبدا نشوف مثال للرايزر دايجرام. زي ما احنا شفنا رايزر دايجرام ده عباره عن دايجرام بيوضح لي شكل الاشارات او شكل المسارات قصدي اللي بمشي بيها عشان اعرف السيستم شغال ازاي. يعني انا هنا مثلا عندي اي ام واف ام تيونر، في عندي كاسيت بلاير، في عندي الكومباكت ديسك، في عندي كذا كومباكت ديسك هنا، في عندي تمام الحاجات دي اللي هي المصدر بتاع الصوت بدخلها على بري امبليفاير زي ما احنا شفنا ده البري امبليفاير. بعد كده بدخلها على الساوند كنترولر او البروجرامبل ماتريكس بنسميه. يبقى خلي بالك ركز معايا ده الماتريكس اللي احنا هنشتغل عليها. طبعا اللي هنا بيدخل ليها البيجنج ستيشن حسب النمبر اوف زونز، وبيدخل ليها الدخله الخاصه بالفاير الارم، تمام، وباخد هنا اطراف بروح للساوند سيلكتور اللي احنا قلنا عليه. بعد كده بيدخل على الباور امبليفاير، الباور امبليفاير ده بوصل عليه مجموعه من السماعات. طبعا باخد الباور امبليفاير ده بوصله على باتش بانل، تمام، بلم فيه كل الاجزاء دي، وبعد كده بدخلها على فوليوم كنترول بحيث انا هنا اقدر اتحكم في هنا مثلا مفيش فوليوم كنترول يبقى السماعات دي مثلا في الانترنس وفي اللوبي بتسمع حسب الصوت المظبوط هناك. اما هنا لو انا في الجزئيه دي مثلا في الميتنج روم لازم يبقى في عندي فوليوم كنترول على السماعه. هنا هتلاحظ السماعات 5 وات او 6 وات، بيبقى كاتب لي هنا اكس 1 اكس 3 اكس 5 حسب عدد السماعات، وبيبقى كاتب لي الفراغ اللي انا بشتغل عليه. يبقى تاني السنجل لاين دايجرام مهم جدا، هنا بيوضح لي الاماكن اللي انا بدخل منها الصوت زي الميكروفونات او الاف ام مع الاي ام والكاسيت اي حاجه، تمام، بقدر ادخل بيها صوت. بعد كده بتدخل على بري امبليفاير، بتدخل على اهم كومبوننت اللي هو البروجرامبل ماتريكس، تمام، ليها عدد من الدخل وعدد من الخارج مثلا هنا 8 في 4. هنا بدخل الساوند كنترولر او الماتريكس دي لازم يدخل عليها اشاره من البيجنج سيستم،
ولازم يدخل عليها إشارة من الفاير الارم سيستم، والكلام ده هنبدأ نشوفه. بعد كده بدخل الباور امبليفاير حسب القدرة بتاعته، هنا مثلا سي 100 واط، ده بناء على الأحمال اللي أنا حسبتها والسماعات الموجودة هنا. باخد الباور امبليفاير ده بدخله على باتش بانيل، باتش بانيل تمام، بجمع فيها كل المكونات. بيبقى في عندي هنا جزئية خاصة بالفوليوم كنترول، فوليوم كنترول ده ممكن اقدر اعمل كنترول على سماعة مثلا سي في الميتنج روم، لو في حاجات معلهاش فوليوم كنترول يبقى هي بتاخد الصوت اللي بيتظبط من الساوند كنترولر او البروجرامبل ماتريكس تمام، بدون ما اقدر اعمل عليها كنترول انديفيدوال. طبعا هنا في حدود مسموح بيها في مستويات الصوت، يعني دي ستاندرد هتشوفها هنا مثلا في المباني التعليمية بيبقى ليها قيم، في المباني الصحية، في الفنادق تمام، في الميادين العامة بتشوف المسموح كام ديسيبل تمام، او مستويات الضوضاء او الديسيبل بتاعها كام، دي تيبلز بتوضح لي الستاندرد. في جزئية مهمة جدا اللي هي توزيع السماعات، لو انا عندي سيلينج سبيكر، السيلينج سبيكر يا شباب كل سبيكر ليها انجل زي ما شفنا، الانجل ايه؟ الانجل اوف لود سبيكر اميشن، دي اللي بتطلع لي الصوت بتاعها في هذه الانجل اللي هي ايه. طبعا المسافه بين اتنين سبيكر اللي هي ديستانس بتوين تو سبيكر اللي احنا هنديها الرمز دي. بعد كده في عندي كوفيشنت اسمه بي، كوفيشنت اسمه بي، في عندي كوفيشنت تاني اسمه ايه. بعد كده في عندي الهايت اوف سبيكر فروم الفلور اللي هو الاتش، ارتفاع السماعه من السقف. طبعا هنا في عندي الكوفيشنت A والكوفيشنت B. المعادله بتقول ان الدي، الدي اللي هي الديستانس بتوين تو سبيكر بتساوي 2 افتح قوس اتش ناقص 1 في البي تمام. طبعا هنا بيقول لي الهايت اوف سيلينج حسب السقف، لو السقف ده اقل من 2.5 بيبقى السبيسنج بتوين اللود سبيكرز 5 متر تقريبا، وبيبقى لو من 2.5 ل 4.5 بتبقى 6 متر، ولو من 4.5 ل 15 متر بتبقى السبيسنج 9 تمام متر. هنا السماعات اللي هي البول ماونتد ليها من 5 ل 6 مثلا متر هنا، والارتفاع بتاعي يبقى اكبر من 2 متر، بستخدم في هذه الحالة سماعات يا اما 3 او 6 وات. في سماعات خارجية اللي هي الاوت دور سبيكر ليها ستاندرد، طبعا اقصى مسافة مسموح بيها 15 متر، في منها 5 وات و10 وات و20 وات، ده الستاندرد الموجود في السوق. ده مثال انا جايبه من الوول ماونتد سبيكر من كتالوج احد الشركات، بيقول لي الكفرج اريا، بيقول لي الفريكوانسي ريسبونس، خلاص حفظنا الكلام ده. السنسيتيفيتي كام ديسيبل، الترانسفورمر راكب فيها كام، ترانسفور التابات بتاعت الترانسفورمر، الكومبوننت عبارة عن كون وبالانس دومي تمام. ده شكل السماعة الوول ماونتد. عشان احدد قيم الامبليفاير الموجودة في الساوند سيستم، في عندي قاعدة بتقول ان انا هجمع كل الاوتبوت باور من كل السماعات وبضرب 1.25 تمام، عشان اطلع الباور الخاصة بالامبليفاير. طبعا الباور امبليفاير في ستاندرد يا ريت تبقى حافظها كويس جدا، هي اللي موجودة في السوق. في عندي 30 وات، في عندي 30 وات، في عندي 60 وات، في عندي 120، 180، 240، 360، 400، 500، 640، 800، 1000، 1200، 1500، 2000 وات. دي القدرات المتوفرة في السوق فعليا تمام. طبعا ده بيبقى حسب الشركات المصنعة. لو انا خدت مثال هنا اهو، في عندي في الفيرست فلور في احد المباني في عندي سماعات 10 وات، عددهم اربع سماعات، يبقى 4 في 10 ب 40 وات، ده الفيرست فلور كله في 40 وات. الجراوند فلور 6 في 16 ب 96 وات، 6 في 8 ب 48 وهكذا. لقيت ان التوتال باور الخاصه بهذا المشروع 444، هاخد الرقم ده واضربه في 1.25، 1.25 هيطلع تمام 555 وات. بشوف اقرب حاجه دي، ممكن اشتغل على ال 500 او اشتغل على ال 640 وات. لو مثال تاني، في عندي سبيكر الواحده او مجموع السبيكرز 200 وات في عددهم تمام 2 يبقى 400، في عندي هنا 200 وات ب 1200 يبقى التوتال 1600، 1600 في 1.25 يطلع الباور امبليفاير ب 2000، فانا بختار اقرب تمام باور امبليفاير لي اللي هو ال 2000 وات.
زي ما شفنا في الرسم اللي فات الماتريكس. الماتريكس دي هي الاساس اللي هو بيتجمع عنده تمام كل السيستم اللي هي الجزئية دي اهي، الساوند كنترولر او البروجرامبل ماتريكس. طبعا دي ليها دخل وليها خارج، طبعا هي اللي بتعمل على تربيط طبعا الميكروفونات والاف ام والاي ام راديو والسي دي او الدي في دي بوحدات الخارج. طبعا الماتريكس بيبقى لها انبوت زي ما قلنا، ممكن تبقى 1 او 2 او 4 انبوت، وليها اوتبوت 2 و4 و8 و16 و24 و36 و64. في عندي طبعا الفوليوم كنترول اتكلمنا عنه، وفي الراك اللي بيركب عليه الساوند سيستم. وبالتالي انا هكون كده شرحت الساوند سيستم. انتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم، هشرح الرايزر دايجرام بالتفصيل على مشاريع كتيرة جدا، هشرح الساوند سيستم بالتفصيل من كتالوجات. فان شاء الله نتقابل في فيديوهات خاصة بالساوند سيستم. زي ما حضراتكم عارفين ان الساوند سيستم او الانظمة الصوتية ده علم كبير جدا، ومحتاج ان احنا ان شاء الله هنعمل له كذا فيديو عشان نلم البابليك ادرس سيستم او الساوند سيستم. واقابلكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.